أهلا بكم مرة ثانية، وانتهى المونديال. الأرجنتين بطل كأس العالم نسخة 2022 بقطر. مباراة تاريخية، مباراة للتاريخ للمنتخب الأرجنتيني وأيضا للمنتخب الفرنسي رغم الخسارة. متعة غير عادية في استاد لوسيل، أجواء غير عادية داخل المباراة، مباراة دراماتيكية اتقلبت وراحت وجات اكتر من مره. يعني كنا قاعدين مش عارفين ايه اللي بيحصل. مارتينيز حارس مرمى المنتخب الارجنتيني انقذ ميسي من الحزن بعد المباراه، لولا الكوره اللي حطها كولومواني في اخر في الدقيقه 121 من المباراه لكان الفرنسا كانت الان تحتفل برفع الكاس الغاليه. ردت الناحيه الثانيه لمارتينيز بقى المهاجم، برضه حطها برأسية جنب العارضة، كانت سهلة أيضا إن هي تنهي المباراة. لكن مباراة للتاريخ، مباراة غير عادية، مباراة يعني أنا مش عارف أقول يا كابتن حسام بصراحة، جات لنا ضربات قلب سريعة وإحنا بنتفرج. لا، مباراة طبعا تاريخية زي ما حضرتك بتقول، كأس عالم عالمي بصراحة، يعني من بدايته لنهايته. حتى السيناريو بتاع المباراة النهاردة ما خلصتش 2-0 كده والماتش عدى وخلاص، لا، بالظبط. سيناريو ودراما غير طبيعية. فرنسا بترجع في أقل من ثلاث دي دقايق 3 دقايق بالظبط. للمباراة. هي نقطة تحول برضه كابتن حسام، اسكالوني تغيير غريب بتاع جدا دي ماريا، لخروج دي ماريا في الدقيقة 78. دي ماريا في الوقت اللي دي ماريا كان فيه في أفضل حالاته، وما كانش فيه أي إرهاق وما كانش فيه أي تعب، تغيير غريب جدا قلب الماتش في ساعتها. هو يعني زي ما بقول لحضرتك، يعني مباراة وعودة مهمة جدا. ديشام اتعامل مع اللقاء الشوط الثاني بشكل كويس وعمل تغييرات وقلب الطريقة 4-4-2 وبدأ يضغط ضغط بالظبط. عالي على كان الأرجنتين. بيضغط هو معاه كولومواني. واللي ساعده على كده اسكالوني طبعا لما خرج دي ماريا، زي ما قلت لحضرتك قبل المباراة ان دي ماريا وجوده بكاء هيخف، بكاء لميسي هو في لازم يعيط طبعا. الراجل بقاله 20 سنة بيسعى ان هو يجيب بطولة للأرجنتين، وقبلها من قريب كان جاب الكوبا أمريكا. فهو عمل كل حاجة في الكورة، يعني قفل اللعبة زي ما بنقول كده، واختم يليق بيه وبالإنجازات الكبيرة اللي هو حققها في مسيرته. وفرنسا عملت جيم كبير جدا يليق ببطل العالم للنسخة اللي بس فاتت هي المباراه برضه مبابي. كابتن حسام، طبعا المباراه يعني اتحولت في من الدقيقه 78 حتى الدقيقه 90، المباراه اتحولت تماما لصالح المنتخب الفرنسي وكاد ان يخطف الفوز في الوقت القاتل. بص، هو طبيعي جدا ان يكون في تراجع نسبي في الاداء بالنسبه للارجنتين، خوفهم على النتيجه، يعني ان هم عندهم تحفظ شويه في الشكل الهجومي عشان يشتغلوا دفاعيا اكتر. فده ساعد ان بخروج دي ماريا خفت الضغط على فرنسا الهجومي، واديت مساحه اكبر لفرنسا ان هم يعملوا رقابه كويسه على ميسي، لان بمجرد خروج دي ماريا ميسي ما بقاش موجود في اللقاء، يعني ما مش بنفس القوه زي ما كان موجود دي ماريا معاه. وفي نفس الوقت التغييرات اللي عملها ديشامبو وتغيير اسلوبه وطريقه لعبه من 4 2 3 1 4 3 3 ل 4 4 2 دي عملت فروقات كويسه. طبعا حصل توتر وعصبيه كبيره جدا من لعيبه منتخب الارجنتيني خاصه. بس هي بص يا كابتن، هي 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 من اول هو بص من اول مباراه حتى بعد لقاء السعوديه ده، من اول ماتش في كاس العالم، الظروف والشكل العام بيقول ان الارجنتين والرئيس الفرنسي داخله. الرئيس الفرنسي اهو كده نزل الملعب يعني بيواسي الفرقه، ونزل امبابي امبابي لعيب بيجيب هاتريك ونزل في كاس العالم، حاجه في نهائي فاينل كاس عالم. بس هي الظروف زي ما بقول لحضرتك، الظروف البطوله والشكل العام بتاع الارجنتين. الارجنتين عندها ميزه كويسه جدا ان هم مش فرقه جماعيه بتلعب كره حلوه، بس في نفس الوقت فرقه بتشتغل كمجموعه وعندهم هدف بيشتغلوا عليه، عندهم جرينتا وعندهم قلب واصرار وبيلعبوا بيقاتلوا لحد اخر دقيقه وما عندهمش مشاكل. ديبالا ما لعبش تقريبا في البطوله دي غير 5 دقائق، وديماريا ما لعبش بتاع 3 4 ماتشات وبيلعب النهارده بيصنع الفارق. فهم عندهم هدف والهدف ده اتحقق، وانا بشوف ان اختام للبطوله يعني نموذجي. ما فيش كلام كتير نقوله في الفنيات، خلاص يعني الموضوع خرج بره النطاق ده تماما. لكن في النهايه احنا بقى نعمل ايه الفتره الجايه بعد ما كاس العالم خلص؟ يعني هنتفرج بقى على الدوري بقى عايزك انت اللي تقول لي. لا يعني الموضوع صعب قوي بصراحه. لا، في فرق شاسع، جاب كبير قوي ما بين اللي احنا بنشوفه وما بين اللي شغال واللي حاصل ده. يعني بمجرد انتهاء كاس العالم، لا، المتعه هنعاني منها الفتره اللي جايه. واحد، جماهير ماليه المدرجات عشان الكرة ترجع في افضل حالاتها الكرة المصرية. النهارده 90,000 تقريبا ولا ملعب 80،
تصوير تلفزيوني، هم الثلاث حاجات دول بس، احنا عايزين الثلاث حاجات دول والدنيا كلها. لا وكواليتي لعيبه كمان يا كابتن يعني. لا كواليتي يعني عندنا كواليتي، ما يعني شو مثلا بتبوظ. لا 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 انا بتكلم بجد والله، لا احنا عندنا مدربين كمان دول يفرقوا يعني فرق رهيب. شايف الملعب عامل ازاي، الجماهير عامله ازاي، هي روح الملعب، الجماهير دي هي اللي بتحرك اللعيبه في الملعب. فانت بتلعب في استادات شبه خاليه ب 4 او 5000 متفرج، تلعب في تصوير. لا ومش كل الفرق ده، الفرق معينه بس، اربع او خمس ملاعب الكويسين. طب ده هو ده الفرق، ده اللي هيعمل الفرق. انا شايف احنا الفتره الاخيره دي ماشيين كويس بالنسبه لان احنا بنحضر لقدام، لكن مش عاوزين نستعجل عشان نوصل للمرحله دي. احنا قدامنا وقت طويل، مش اقل من 10 سنين. مارتينيز حارس مرمى منتخب الالمانيا كان له دور كبير قوي بصراحه. بصراحه هو احسن حارس في كاس العالم يستحق. يعني هو كان عامل مؤثر في ان الارجنتين تتخطى هولندا، وكان عامل مؤثر ان الارجنتين تتخطى كرواتيا، والنهارده برضو يعني هو اللي رجع المباراه. لو نتخيل ان الكره الاخيره الانفراد دي كانت دخلت وهو ما كانش عنده فيها توفيق، هي دي بص في منتهى السهول بالراحه كده، ده لو نفخ فيها يخش جول. والزاويه الثانيه فاضيه بالظبط، وكله ماشي التوفيق قرار هنا، بس الزاويه الناحيه الثانيه فاضيه خالص. هو ده التوفيق بقى كابتن اللي معاهم من اول البطوله. السيناريو ماشي مع عشان نوصل لايه، نوصل ميسي لا عشان السيناريو بيقول كده. هم هي الكره عايزه تكافئهم، عايزه تكافئهم وعايزه الارجنتين، ودي من العوامل الكويسه، زائد ان هم مساعدين على كده. يعني هم عندهم الدوافع وعندهم الاصرار، والنهارده بصراحه بغض النظر عن اخر 20 25 دقيقه هم كان هم الافضل، ويمكن كلنا قلنا خلاص المباراه راحه في اتجاه الارجنتين. لكن الحلاوه الدقيقه 78، لكن حلاوه الكوره بقى ومتعه الكوره والاثاره والتشويق اللي احنا دايما بنتمنى ان احنا نحسه ونشوفه، هو اللي حصل. ده العوده لفرنسا برضو اسمه منتخب كبير ولاعيبه على مستوى عالي، مدرب برضو عنده فكر ودخل الجيم بسرعه، رغم ان هو بدا مش بشكل كويس، لكن عرف ان هو يتدارك الاخطاء بتاعته بسرعه في فاينل، وهو خسران 2-0 قدام فرقه بحجم الارجنتين فيها ميسي وفيها دي ماريا والفاريس يعني لا بصراحه. يمكن زمايلنا هنا، يمكن زمايلنا عرف الضبع في كره عالميه، قال لي واحنا بنتفرج، قال لي هل ممكن فرنسا ترجع في الشوط الثاني يا وليد؟ قلت له عرفه فرنسا ممكن ترجع في الشوط الثاني عادي خالص، مفيش اي مشكله، وده اللي حصل فعلا. لا ما عنده الامكانيات وعنده المقاومات، هي بس الفكره ان هم اتخطفوا. الارجنتين دخلوا اللقاء مركزين قوي ومحضرين قوي وعايشين الاجواء قوي، وهم محتاجين البطوله عكس فرنسا. فرنسا عندها كاس عالم، انما الجيل ده ما فيش حد بما فيهم ميسي، ما فيش حد فيهم عاصر ان هو يجيب بطوله قاريه كبيره بحجم كاس العالم. فانا بشوف ان يعني بصراحه يستحقوا، وكون ان هو يوصلوا الفاينل ويشتغلوا بالشكل ده. الثالثه ميسي اللي هي الكوره طبعا كانت في البدايه من مارتينيز، اتعمل دبل باس على خط منطقه الجزاء وراحت لمارتينيز، سددها قويه جدا دي. يعني نقطه تحول برده ان مارتينيز يعني كان الفتره اللي فاتت كان فيه هجوم عليه شويه، لكن النهارده لما نزل الفارو اجاد يعني يعني كان كويس. وعلى فكره كان ممكن في الكره اللي اتردت في اخر ثانيه دي يعني لو جابها بدماغه برده كان ممكن. بس يعني ارجنتين عندها حلول، عندها لعيبه كتير، ميسي وجوده في الملعب يعني رهيب، حتى لو برجل واحده يعني بيصنع الفارق وعامل بطوله استثنائيه بالنسبه له. بالزبط. رغم ان انا بشوف ان هو يعني هو 50% من مستواه، لكن تخيل بقى 50% وهو افضل من كل اللي موجودين حواليه. يعني بالزبط. هو لعيب من 50 ولعيب من كوكب تاني، وبصراحه انا بشوف ان هو ختام يعني نموذجي بالنسبه له. بصراحه كابتن ختام يستحق ميسي هذا الختام الرائع لمشوار لاكثر بيمتعنا لاكثر من 15 سنه متعه غير عاديه طبعاً. في كره القدم لاعب استثنائي، لاعب اسطوري، لاعب اعجازي، لاعب معجزه، يعني حط كل الصفات هتلاقيها في ليوس. بالظبط يعني لا امكانيات غريبه يعني بصراحه. في عظماء كتير جم في كره القدم، بيلي ومارادونا ورونالدو الظاهره وكريستيانو رونالدو دلوقتي، لا وزيدان طبعا. بالزبط. انما ده انا بالنسبه لي دايما بشوف ان هو من كوكب تاني، ما ينفعش ان هو يتقارن مع حد، بيعمل حاجات في الكوره غريبه. بالزبط. ان هي تحصل يعني تحس ان انت في البلاي ستيشن بالظبط. فالموضوع صعب، وانا بشوف ان مسيره بصراحه يعني متعه نفتقدها على المستوى الدولي. ما اعرفش هو هيكمل ولا الدنيا بالنسبه له هتروح لحد فين. لا يكمل بقى مع باريس سان جيرمان. هيكمل دولي ولا الدنيا تروح لحد فين مش عارف، بس هو يعني افضل قرار بقى بالنسبه له ان هو ياخد كاس العالم ويقعد يستقر كده ويشوف الامور. لان امبارح برضو مودريتش او اول امبارح فاجئ الناس كلها، ان الناس كلها متخيله ان ده اخر كاس عالم، قال لهم لا انا هلعب اليورو
25 او 24 فطموح 37 بس طموح، الطموح ده هو اللي بيوصلك للمنصات التتويج. يعني دين بيونس ايرس الارجنتينيه العاصمه، جمهور في الملعب في يعني في كل شوارع بيونس ايرس غير احتفال شايلين مباراه خلاص ده من 86 كله طبعا بيحتفلوا في بيونس ايرس باتيستوتا حتى كمان بالتاكيد كان يعني شانزليزيه ايضا كان بيستعد للاحتفال، ولكن يعني تغير مسار كأس العالم إلى بيونس آيرس بدل ما يكون في باريس والاحتفالات في باريس انتقلت إلى طبعا إلى العاصمة بيونس آيرس. ودلوقتي طبعا مراسم الختام وتوزيع الميداليات وكأس العالم بصراحة يعني أنا مش عايزة يعني مش عايزة كده مبابي هو هداف البطولة صح؟ مي طبعا مبابي مبابي هداف البطوله، هو هيتقاسم بقى افضل لعيب هيبقى ميسي لان هو اللي حقق البطوله وكان بالتاكيد بالتاكيد مبابي هداف كاس العالم وميسي طبعا افضل لاعب في البطوله برضو عامل بطوله يستحق ايضا حارس مرمى منتخب ارجنتيني هو يعني احسن حارس في مونديال قطر ايميليانو مارتينيز من وجهه نظري يعني يعني اكيد هيديها له. لا هو خلاص بقى الارجنتين كده يعني الكره دي كره كاس عالم بالظبط انقاذ مارتينيز يا كابتن حسام دي كره كاس عالم يعني يعني جابت كاس عالم طموح خلاص ما هو انقاذ مارتينيز اتردت لمارتينيز الثاني انت حضرتك متخيل هدف مثلا من 38 سنه هم بيسعوا بقالهم 38 او 40 سنه من 86 لحد دلوقتي ان هم بيحلموا يوصلوا كاس عالم وياخدوا البطوله ف يعني طبعا كره كانت فارقه بشكل غير طبيعي في نتيجه المباراه احتفالات طبعا غير طبيعية من جانب جمهور الأرجنتين سواء في قطر أو هناك في الأرجنتين. يعني بصراحة لا كأس العالم انت وصلت للتوب ليفل بتاع اللعبة ودي من قلبك أهم. لا أنا مبسوط طبعا مباراة كان يعني تتمنى فرنسا بصراحة فرنساوي شوية لأن أنا كنت شايف أن فرنسا عملت بطولة قوية من أول يوم لآخر يوم يعني حتى النهاردة رغم أن هم ما كانوش في المود في اول الشوط لكن رجعوا بسرعه وده سمات الفريق الكبيره انما الارجنتين لا الارجنتين النهارده بصراحه عملت جيم كبير قوي وميسي يستحق بصراحه مالك يعني. هدف الثالث لميسي في الشوط الاضافي لولا الهدف ده كان ممكن يجي هدف سهل ماتش 3-2 لفرنسا خلي بالك ده السيناريو قريب من النهائي اللي فات كان 4-3 برضو تقريبا 2018 مش فاكر كان كرواتيا وفرنسا كان 4-3 او 4-2 برضو كان في عدد كان في عدد اهداف كبير فدي حاجه حلوه يعني ان النهائي يطلع بالشكل ده اهداف حتى اللي بيشجع فرنسا طالع مش زعلان اللي شجع الارجنتين طالع برضو مبسوط ومستمتع فبصراحه مارتينيز احلى ختام في الملعب طبعا يعني خلاص يعني مراسم رفع الكاس والتوزيع الميداليات خلاص هتبتدي لكن في النهايه كابتن حسام بالتاكيد الارجنتين كان كل العوامل بتقول ان الارجنتين يقترب من الكاس خصوصا بعد خروج منتخب البرازيل سهل عليهم الطريق كان لعب كرواتيا اللي هي طلعت البرازيل وقدر ان هو يكمل سهل عليهم الطريق بس نقطه صغيره ان عايزين بقى نشوف الناس اللي كانت بتقلل وبتقطع في التنظيم وفي كاس العالم والبطوله بيقولوا ان هي بطوله مش على المستوى مقارنه بالبطولات اللي فاتت بص الكلام ده خلص يا كابتن حسام من بدايه البطوله يعني انتهى لان كان واضح جدا لا حتى في ناس كتير والبطوله شغاله هي شايفه ان البطوله مش على مستوى الفنيات اللي هم كانوا على مستوى فني قصدك انا بشوف لا البطوله كان فيها مفاجآت كبيره والبطوله من افضل كاسات العالم اللي انا اتفرجت عليها من ساعه ما وعيت يعني على الكوره بصراحه بطوله ممتعه يمكن 98 بالنسبه لي كان بطوله كبيره جدا اللي خدتها فرنسا انما برضو 2022 من افضل البطولات فنيا وتنظيميا ومتعه كرويه وخططيا من جانب حتى المدربين ديال خلص بسرعه ويعني زي ما قلت لك كده انفانتينو بقى يبقى يعمل بقى الواجب ويخلي البطوله كل سنتين يعني ما بصراحه الواحد زي ما قلت لحضرتك مش عارفين هنعمل ايه بقى الفتره اللي جايه بقى يعني هنحس شويه بفرق كبير يعني انت حسام بشكرك يعني على وجودك معنا في المونديال ودايما منورنا في اليوم السابع حبيبي يا كابتن وليد محلل اكثر من رائع ويعني على الواعد يعني ربنا يخليك انا يعني. كنت سعيد ان انا موجود مع حضرتك مكان ومنصه كبيره بحجم اليوم السابع وحضرتك طبعا كابتن ومقدم برامج على اعلى مستوى واكيد اضافه ليا ان انا اكون موجود معاكم مش اعلى مستوى قوي لا بالنسبه لي انا
اعلى مستوى. اذا الارجنتين بطل كاس العالم نسخه مونديال قطر، لكن في لازم نقول برضو عشان نعرف كل متابعنا، البرازيل هو صاحب 5 بطولات كاس عالم، يليه طبعا المنتخب الالماني 4 بطولات كاس عالم، ايطاليا 4 بطولات كاس عالم، دلوقتي الارجنتين بالبطوله النهارده بقى 3 بطولات كاس عالم في سجل المنتخب الارجنتيني. طبعا يعني كل يعني تقريبا النهارده كان البرازيل كلها بتشجع فرنسا على ما اعتقد، يعني عشان ما الاثنين ما في ما قربوش يعني، لا هو اصلا في بيبقى في بين البرازيل الارجنتين عشان الكوبا كمان وكده، ف فتلاقي القاره اللاتينيه امريكا اللاتينيه يعني هتولع شويه. طبعا احتفال رائع دلوقتي بالمونديال، يعني في اجواء رائعه في استاد لوسيل في العاصمه القطريه الدوحه، وتنظيم اكتر من رائع وحاجه يعني في منتهى الروعه اهو. وادي الكاس العالم نزل الملعب عشان بدايه المراسم. طبعا احنا بنشكركم على بنشكرك مره ثانيه يا كابتن حسام حسن على وجودك معانا ومنورنا دايما، وبالتاكيد دي كانت اخر حاجه عندنا النهارده. مبروك المنتخب الارجنتيني، مبروك ميسي، مبروك سكالوني المدير الفني منتخب الارجنتيني، وطبعا بالتاكيد المره الثالثه دي يعني هتبقى لن تنسى من ذاكره المنتخب الارجنتيني، هذا الجيل اللي عمل تاريخ لمنتخب الارجنتين. طبعا كاس العالم دايما بتكون حلم كل لاعب ان هو ياخد كاس العالم، ودي ما بتحصلش كتير اكيد، وميسي بالتحديد هتبقى كاس عالم لا تنسى بالنسبه ليو ميسي افضل لاعب في العالم. نشكركم على حسن متابعتكم، خليكم دايما معنا في استوديو المونديال من تلفزيون اليوم السابع. هنرجع بعد كده بقى ان شاء الله لاستوديو الرياضه، ما بقاش في استوديو مونديال. نشكركم واشكر كل زمايلي هنا في تلفزيون اليوم السابع، مجهود غير عادي، وايضا زمايلي في قسم الكره العالميه اللي كانوا بيساعدونا كتير جدا في المعلومات والاحصائيات وكل الجرافيكس اللي كانت بتنزل على الموقع، بنشكرهم كلهم، أول حازم وعرفه واسلام مسعود وهريدي وسيد حسني. نشكر طبعا كل اللي في القائمين على تلفزيون اليوم السابع، استاذه علا الشافعي طبعا بنشكرها، ونشكر شادي ابو الحسن والتنفيذ عاصي وعمر وكل زمايلنا المحترمين هنا في تلفزيون اليوم السابع، بنشكركم، خليكم دايما مع تلفزيون اليوم السابع.